يا دكتور عزام، الكلام الذي ذكره الأستاذ ياسين بأن اللقاء يقتصر على التهنئة، يعني هذه ستكون مشكلة كبيرة، وسيرسخ في أفهام الناس بأن مهمة العلماء أو المنتسبين هي المجاملة. هي المجاملة والتبريكات وإقرار الواقع على ما هو عليه. لا، نحن نريد يعني أن نؤطر علاقة جديدة تقوم على يعني أولا يعني تقرير مفهوم بأن الحاكم الذي يأتي بتراضي من الناس هذا الذي يرمي إليه الإسلام، وهذا الذي يريده، ما يأتي على رغم فكرة مهمة. يعني أنف الناس، لأنه ما في واحد من الراشدين رضي الله عنهم جاء إلا بتراضي من الناس أو من أغلب الناس على الأقل. فهذه واحدة. الشيء الثاني، قضية الجامعة الإسلامية، يعني ما أدري، يعني دائما يقولون أحلام اليوم هي حقائق الغد. يعني ما الذي يمنعنا أن نحلم بأن تقوم في تركيا جامعة إسلامية بقانون خاص، قانون خاص من البرلمان، وهذه الجامعة الإسلامية تمثل رافدا من روافد العلم الشرعي؟ لذلك أنتم يعني ما ينبغي أن تنزعجوا من مهاجمة العربية أو مهاجمة سكاي نيوز، أو أصلا لا يتصور منهم بأنهم غير يعني ذلك. نعم، يباركوا مثل هذا الإجراء، وهم كما قال ربنا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هم كانوا يبشرون بأن الرئيس أردوغان سيخسر الانتخابات وأن هؤلاء جميعا سيطردون ويعادون من حيث جاءوا وما إلى ذلك. فهؤلاء يعني ما ينبغي أن تؤثر يعني فينا دعايتهم. قضية الوجود الجامعة الإسلامية أنا أعتبرها من المشروعات الريادية الكبرى التي ينبغي أن توجه إليها هموم يعني المختصين من التربويين والعلماء من أجل أن يسدوا هذه الفجوة الكبيرة. لأنه الآن الأستاذ محمد ذكر يعني قضية أن هناك موضوعات ممنوع بحثها في حتى من يسلكون مسلك العلم الشرعي، بل أكثر من ذلك الدين مهدد في أصله. يعني قضية الديانة الإبراهيمية هذه التي يروج لها الآن في المشارق والمغارب، قضية إسقاط يعني مفردة الجهاد وتحريم تناولها وتداولها، قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هذه من أساسيات الشريعة، فيها آيات وفيها أحاديث وفيها إرث يعني فقهي ضخم. ليس كما يظن الناس بأن الفقهاء تجنبوا الحديث في هذا الأمر من قديم، لا، هو موجود. فلذلك نقول بأن وجود يعني مثل هذه الجامعة تدعو إليه ضرورة الحفاظ على أصل هذا الدين في بلاد المسلمين. لا، في شغلة مهمة إذا بتسمح لي. تركيا كل سنة بصير إحصائيات عامة كم استقطبت تركيا من الأجانب يدرسون في جامعتها، وهذه المسألة يعتبروها الأتراك هي مفخرة لهم، أنهم أصبحوا قبلة لكثير من الطلاب يدرسون هنا. الآن فكرة الجامعة أو فكرة الكلية الجديدة أو الجامعة الجديدة بالتأكيد ستزيد الأعداد بشكل كبير. القضية الثانية إضافة لما تفضل فيه الدكتور بالنسبة لدراسة المعلومات والمفاهيم المهمة، وأهم مفهوم في الإسلام هو الشمولية. شمولية الإسلام التي قزمتها كثير من الجامعات، أصبحت تدرس الفقه بشكل مجرد عن العقيدة، مجرد عن الأخلاق، مجرد عن القيم. فتجد المتخرج من الجامعة لا يصلي، وتجد المتخرج من الجامعة سفيه وكذاب وأشر، وتجد فهذه المسائل عندما نقول جامعة إسلامية تعطينا المفهوم العام لإسلامية الفكرة التي كما أنزلها الله تعالى. القضية الثالثة هي أن المسلمين كان عددهم ربما قبل 50 سنة عدد معين، اليوم عددهم اقترب من المليارين. مرجعيات المسلمين بشكل عام كدراسة شرعية كانت من أهمها الأزهر، وكما قلتم في المغرب القرويين أو الزيتونة. طيب، الآن الأعداد تضاعفت كثير،
الحاجة ملحة لوجود أكثر. يعني العالم الإسلامي يحتاج لعشر مرجعيات مثل تلك المرجعيات السابقة، وخاصة النقطة المهمة التي تكلمتم عنها سابقا وهي التضييق على تلك الجامعات. طيب الآن عندنا فسحة، هذه الفسحة تسمح لنا أم لا؟ أنا أعتقد أن تركيا تتجه بشكل طبيعي باتجاه العودة لثقافتها الأصلية الأساسية، التوجيه العام الموجود. يعني مثلا أنا أتكلم اليوم كذلك ضمن الإحصائيات العامة، ضمن توجيه المسؤولين الرسميين بعد انتهاء المدارس، توجيه كل الطلاب إلى المساجد والمعاهد، وعندهم إحصاء يجب أن تذهبوا إلى المساجد لتعلم القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية، توجيه عام الدولة. ويقولون الإحصاء وصل عندنا العدد لثلاثة ملايين في المساجد، أربعة ملايين، خمسة ملايين. فبالتالي هذا توجه جديد. والي الصنبول يوجه باتجاه معين تجاه المسائل الشرعية. فإذا هذه العودة تدفعنا لنقول أن اليد التي عملت بنا بشكل سلبي خلال سنوات طويلة وأبعدتنا عن فهمنا وأبعدتنا عن ديننا، فهمنا الصحيح لديننا، وأبعدتنا حتى عن أخلاق الإسلام، اليوم تعود بشكل تدريجي. فإن كان عندنا مرجعية كبيرة وبدولة مثل تركيا دولة كبيرة، فهذا أمر مهم وضروري، بشرط أن لا يكون كما قلنا مثله مثل الجامعات تتكلم عنها. أنا دعني بس أوضح وجهة نظري فيما يتعلق بالجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية هي إشكالية لها كما قلت بالتجاذبات الأيديولوجية داخل المجتمع التركي، وأنتم تعلمون أن المعركة الانتخابية دارت حول هذه الفكرة بشكل خاص، ودارت أيضا حول فكرة انزياح تركيا باتجاه المشرق، يعني باتجاه العالم الإسلامي. هذه كانت واحدة من النقاط الأساسية التي حكمت المعركة الانتخابية في تركيا. العلماء يقدمون التهنئة نعم، لكن ما ناقشوه القضية الأخرى الأكثر أهمية التي ناقشوها وهي مسألة التجاوزات عن المهاجرين في تركيا، أنا أعتقد أنها واحدة من القضايا الموضوعية. هذه القضية التي كانت قد أخذت المساحة الأكبر في نعم معظم القضايا. هذه ستضفي على لقاء العلماء البعد الحقيقي لدورهم في 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 المجتمع الإسلامي، وباعتبارهم أهل النصح وأقدر من يوجه النصح للحاكم ويقوم سلوكه إلى آخره. مسألة الجامعة كان يمكن أن تبحث، ولكن في 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 ليس ضيقة يعني دكتور أنا ضيق، لأنه إذا كان هدفك أن تصل إلى إنشاء هذه الجامعة فينبغي أن تكون الطريق غير هذه الطريقة. أنت يعني أنت فكرتك إنه طرح، كأني فهمت منك أنك ترى طرح موضوع الجامعة في اللقاء مع الرئيس يصب في الإشكال الموجود في المجتمع التركي. نعم. الجدل الدائر. بس هي هاي المعركة الحقيقة ليست جديدة، هاي معركة صار لها عقود، ومن يناضلون من أجل إعادة الهوية الإسلامية لتركيا لا يستحون من ذلك، لا يخجلون منه. يعني أنا أجريت مراجعات مع الشيخ محمد قرماز، رجل فذ طول عمره هو مناضل وشجاع ولا يخشى في الله لومة لائم، وذكر لي نماذج من منذ طفولته إلى أن أصبح رئيس الشؤون الدينية. فهذه المعركة لا يمكننا أن ننكر وجودها، موجودة حقيقة. آن الأوان أن ترجح كفة أهل الحق فيها. أيضا هناك ملمح مهم، أن مهاجمة وسائل الإعلام للقاء مركزين على قضية الجامعة أوحى لكثير من الناس أن هذه كانت هي القضية الأساسية التي طرحت في اللقاء. ليس كذلك، وهو في الحقيقة ليس كذلك، هي أخذت أقل وقت في المساحة الزمنية في اللقاء. المساحة الأكبر في الحديث كانت عن الترحيل المهجرين، كانت عن الممارسات تنامي ظاهرة العنصرية، كانت عن قضية القدس وفلسطين،
وكانت هذه آخر القضايا التي طرحت. أيوة بس هما لماذا اختاروا هذه القضية ليركزوا عليها؟ لأنه هي هذه صميم المعركة تماما. هي هذه القضية، هذه هي في القلب من المعركة الدائرة منذ عقود، المعركة التي قادها الإصلاحيون منذ أكثر من 100 عام في مواجهة الاستعمار، الاستعمار الذي أراد أن يسلخنا من هويتنا. أنت شوف إيش اللي حصل في المؤسسة، في الصروح الإسلامية العظيمة التي ذكرت، الأزهر والقيروان والزيتونة، الذي حدث أن الحاكم العلماني الذي يرفع شعار العلمانية وضع يده عليها وأفقدها استقلاليتها، فصار يعني عكس ما حصل في أوروبا. شوف في أوروبا عندما سئموا الكنيسة وتدخل الكنيسة في شؤون الناس والتنكيل بهم باسم الدين، الناس أرادوا أن يتخلصوا من ذلك، فأجت فكرة العلمانية اللي قالت للكنيسة أنت لك شؤونك ونحن لنا شؤوننا. الحقيقة في العالم العربي حصل العكس، الأنظمة العلمانية سواء كانت في عهد عبد الناصر أو في عهد بورقيبة أو في عهد غيره من هؤلاء الذين رفعوا شعار العلمانية، أرادوا أن يكون الواحد منهم هو المفتي، هو الفقيه، هو الأمر الناهي، هو المتحدث باسم السماء، وهي مصيبة. وهو الموجه للعلماء، وهو الموجه للعلماء. الجدل الذي نشأ بين الرئيس السيسي في مصر وبين يعني شيخ الأزهر كان يقوم على فكرة أنه لماذا لم يعني توظف الأزهر في تنفيذ سياسة استحداث نسخة جديدة من الإسلام، تجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني. الحقيقة هو السطو على هذه المؤسسات، وليس فقط تحييدها، السطو على هذه المؤسسات وإفراغها من مضمونها وشيطنتها الفترة الأخيرة، شيطنتها. الخطاب توجه إليها باعتبارها يعني روافد من روافد تغذية التطرف في المجتمعات، وصل إلى هذا الحد. لهذا ولذلك يعني هي أشنع وأفضع من العلمانية في الغرب. الغرب ما اعتدى على أوقاف الكنيسة، لا طبعاً الغرب ما طبعاً تدخل في السلطة الروحية للكنيسة على يعني أتباعها، بل تركها وشأنها، تركها وشأنها. لكن لا، الآن الجامعات الإسلامية هذه أفقرت، انتهبت أوقافها، بل في بعض البلاد حتى الملفات التي تثبت بأن هذه أوقاف أتلفت، حيث أنه ما يستطيع أحد يعني أن يقاضيهم ولا أن يسألهم. ثم أخيرا قضية بأن الحاكم الذي هو أشبه بأن يكون جاهل بالنسبة للأحكام الشرعية يريد أن يوجه يعني العلماء، وما يخفى عليك في زمن بورقيبة لما أراد من العلماء أن يصدروا فتوى بعدم الصيام، يعني فرضية الصيام لأنه يعطل الإنتاج. والآن المثال الذي ذكرته يعني هو هذا، يريد من شيخ الأزهر أن يقيد يصدر فتوى بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كان يعني أمام القاضي، وهم ما استطاعوا أن يستجيبوا له في هذه مع عظم يعني ما تنازلوا عنه وتماهوا فيه مع السلطان، إلا أن هذه يعني ويشكر لهم ذلك ما وافقوه في أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان أمام على ذكر الصيام. أتكلم هذه النقطة فقط، إذا كان بورقيبة طلب هذا علنا وعرف الناس به، هذه النقطة كانت محل نقاش في الأوساط النخبوية مثلا في اليمن، طرح هذا من قبل الرئيس السابق. عجيب طرح الناس تفطر، يعني كيف يمكننا أن نحصل على دليل أنه بالإمكان للإنسان أن يفطر؟ وكان هناك من العلماء من وافقه، يعني من سايره إلى حد، لكن لم يتبنى مطالبه. طب مصيبة هذه والله. لكن واحد جاهل الحكام بغير أحكام الشرع، الحكام وصلوا من الطغيان جرأة، والجرأة على الدين إنه يبحثوا في هذه المسائل. يا سيدي، اللافت أيضا أن وسائل الإعلام التي تهاجم فكرة الجامعة الإسلامية تهاجمها تحت عنوان الانتصار للأزهر، أنهم يريدون أن يأخذوا مكانة الأزهر. هذه وسائل الإعلام نفسها التي تهاجم الأزهر، تشتم الأزهر، نعم، وهي التي تعمل على تقويض مكانة الأزهر. أيضا نقطة أخرى، نحن عندما نتحدث اليوم عن
التعليم الإسلامي أو التعليم الشرعي في بلاد التي تخضع للاستبداد في عالمنا الإسلامي. حقيقة أن قضية مسخ التعليم أخذ أوجها عدة، منها أنه جعل هذه الكليات الشرعية والتعليم الشرعي في ذيل القائمة، أصبح يعني متاح لكل من هب ودب أن يدرس علوم الشريعة، فصارت الكليات الشرعية لا ينضم إليها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هؤلاء أصبحوا الذي لا يحصل مجموعا في الثانوية يستطيع أن يدخل، يعني الذي لا يجد فرعا يدرسه يدرس فروع الدين، يدرس فروع العلم الشرعي، وكأنها ملجأ للعجزة والكسالة. صحيح. صارت هكذا الكليات الشرعية، إضافة إلى أن هذه الكليات الشرعية قامت بعملية فصل حقيقي للدين عن الحياة من خلال مناهجها، فهناك تدريس لأحكام الشريعة لكن هناك انفصال عن عالم السياسة، وانفصال عن عالم الاقتصاد، وانفصال عن عالم الاجتماع، بل انفصال عن الواقع. فتجد إلى اليوم يعني تدرس، وأنا لست ضد تدريسها، لكن أن تدرس بوصفها فهما للأحكام وما إلى ذلك، لكن أن يدرس أحكام الركاز والمعادن التي يبحثها الإنسان في الأرض أو يجد إذا استخرج معدنا في الأرض، وتتجنب تدريس أحكام النفط الذي يستخرج وأحكام الثروات الباطنية ومن يملكها وحكم السطو الحاكم عليها، تدرس إلى اليوم أحكام الاسترقاق ولا نجد تدرس أحكام الانتخابات وأحكام الهيمنة الحاكم على الحكم، ولا هناك حالة من يتكلمون عن شرك القبور، يتكلمون عن شرك القبور ولا يتكلمون عن شرك القصور، يشعلون المعارك في قضية استواء الرحمن على العرش بينما يصمتون صمتا مريعا في قضية استيلاء الحاكم على العرش، استواء الطغاة على العرش، استيلاء الحاكم على العرش. هذا كله ثمرة ل تآكل استقلالية صروح العلم. صحيح. لا يمكن العلم يحتاج إلى أن يكون له كرامة وله استقلالية وله قدسية حتى، فلا يمسه حاكم من الحكام أو سلطان من السلاطين. يعني احنا نقرأ في التراث الإسلامي، ورحم الله الشيخ اللي كتب كتاب عن العلماء والحكام في الإسلام، أبو غدة ولا من الشيخ العراقي، لا اللي قتل أعدمه، اللي أعدم في العراق، له كتاب عن العلماء والحكام في الإسلام، فتني اسمه. كيف في نماذج من العلماء كان ينظر إلى السلطان على أنه خادم عند الأمة، لا يقبل منه أمرا أو نهيا أو توجيها، ويرفض أن يذهب إليه، وإذا السلطان أراده يذهب هو إليه. يعني يا رجل، الإمام مالك عندما أراد الحاكم أن يفرض كتابه اللي هو الموطأ، وهو كتاب الإمام مالك نفسه، يعني الأصل في الإمام مالك أن يطير فرحا بهذا، الحاكم يريد أن يفرض نتاجه العلمي على المسلمين، ماذا فعل الإمام مالك؟ وقف في وجه الحاكم. نعم. وبين له أن هذا الأمر لا يحق للحاكم أن يفعله ولو كان بهذه الطريقة. نعم. لأن هذا فتح لباب من أبواب الاستبداد السياسي وتحكمه بالعلم الشرعي. بس لئلا يطول الأمر في قضية عبد العزيز، ذكرني الآن عبد العزيز البدري رحمة الله عليه. اللقاء أيضا كان فيه قضايا حيوية يعني طرحت، ما ينبغي أن تغفل. يعني مثلا مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي تكلم عن واقع الناس في المناطق المحررة التي خاضعة للسيطرة التركية، وهم قرابة 5 ملايين من الأنفس، وبسط في كلامه مع الرئيس يعني واقعا معينا يحتاج إلى يعني معالجة أيضا. وفعلا هذا موضوع يهم تركيا، لأن تركيا هي التي تدير هذه المناطق. نعم. هذا هو الذي تكلم بهذا، هو مفتي سوريا
المرتضى من قبل يعني هؤلاء الثوار للشيخ أسامة الرفاعي. نعم. وقل مثل ذلك يعني كان معنا من ليبيا أخونا الدكتور علي الصلابي. نعم. والشيخ سامي الساعدي والدكتور ونيس المبروك أيضا تكلموا فيما يتعلق بالقضية الليبية. أنا عرجت على ما يحصل في السودان. أيضا من القضايا التي طرحت وأغفلت في كلام هذه بأنه طلب من الرئيس أن يتدخل في قضية العلماء المأسورين في سجون الطغاة يعني ظلما، يعني بعضهم الآن أكثر من 10 سنوات ودون محاكمة ودون يعني أن يبين ما هي جريرته، وخلاص يعني يكاد أن يكون يعني نسيا منسية، ما يتحدث لا في منظمة دولية ولا هناك من الزعماء الغربيين الذين يتباكون فيما لو يعني قبض على واحد من المثليين أو منعت لهم مظاهرة أو كذا. هؤلاء العلماء الآن لا بواكي لهم. فهذه طرحت في هذا اللقاء. ومثله أيضا من القضايا التي طرحت كما ذكرت قضية يعني العناية بالجانب التربوي التزكوي في مشروع الرئيس أردوغان. هذه كلها يعني يكاد الناس أن يطوى عنها ذكرى. على فكرة بالنسبة عفوا بس عشان بالنسبة لموضوع العلماء المحتجزين أو المعتقلين فك الله أسرهم، حقيقة المنظمات الحقوقية تحدثت عنهم في تقارير تطلع، لكن هو الإشكال سياسي مش حقوقي. لكن هل تحدثت عنهم بمثل الإلحاح الذي تتحدث به فيما لو يعني شوف، هو هذه الدول التي تعتقل علماء المسلمين هي لا تحترم حقا لأحد. لكن هو شوف دكتور، للأمانة أيضا هناك ازدواجية في خطاب هذه المنظمات. يعني عندما اعتقلت إحدى الناشطات يعني ذوات التوجه الليبرالي في السعودية واعتقلت ظلما ونحن نرفض اعتقالها، بل نطلب أن يحرر كل مسجون ظلما أيا كان توجهه وأيا كان دينه، لكن قامت الدنيا ولم تقعد، تدخلت المنظمة يعني بقيت تقارير على مدار الأيام الطوال في وسائل الإعلام الغربية، حتى طالبت أمريكا السعودية بإطلاق سراحها وأطلق سراحها، بينما هؤلاء ربما يذكروا في تقرير حقوقي عابر أو لكن لا يوجد مطالبات. أيوة هو شوف، هي هذا العمل الحقوقي عمل شوية معقد لأنه مرتبط بالإرادة السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان تعرف تجس النبض. يعني لو في قضية تستميل الحكومة الأمريكية هذه غير قضية لا تستميل الحكومة الأمريكية. طيب هذا الذي نقصده. فهي ازدواجية المعايير الحقيقة عند السياسيين عند صناع القرار. أما الحقوقيون ونحن نعرفهم ونتعامل معهم، الحقيقة هم يبذلون جهدا لا بأس به. يعني Human Rights Watch أصدرت تقارير حق، ونحن الآن نمر في ذكرى مذبحة رابعة، من التقارير المدينة بقوة للنظام في مصر تقرير Human Rights Watch حول مذبحة رابعة. لكن ما هو الإجراء الذي يتخذ بعد ذلك؟ الحكومات الغربية منافقة، الحكومات الغربية أحرص على أن تبيع للسيسي أسلحة من أن تنصر المظلومين في مصر أو في غيرها. فهو هذا الإشكال هو عند صناع القرار. يعني القرار بالنهاية قرار سياسي. أنا بدي أرجع ولو رجع بسيطة، كيف الطغاة يتنبهون لقصة العلم والتعليم وضرورته بالنسبة لهم. حافظ أسد في 78-79 صرح كل الأساتذة المميزين في سوريا أو حولهم إلى وزارة التموين ووزارة الأعلاف ومثل هذه، وعلى رأسهم شخصيات مهمة. وبعدها الخطوة الثانية ماذا فعل؟ انتقى من الموالين بشكل كامل وأرسلهم إلى الجامعة، ودخلوا الجامعات ليتخرجوا أساتذة ومشايخ وخطباء وليس لهم علاقة بالدين. فاستخدام الدين كشعار لتحقيق مآربه، لأنه اعتقد أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الظاهرة لأن البلد بلد إسلامي ولا بد من الاستخدام. لا بد من استخدامه.
الآن العودة لهذه القضية والتأكيد عليها، نحن أولى بهذه المسألة وأولى باستخدامها الاستخدام الصحيح السليم لعودة الناس إلى قيمهم وأخلاقهم ليسود العدل ويتحقق لدى الجميع، وهذه مسألة مهمة. القضية الثانية التي تكلم عليها الدكتور عبد الحي وهي المسألة السورية في شمال سوريا. أنا من القضايا طبعا جلست مع الشيخ أسامة بعد اللقاء وسمعت منه تكلم وجزاه الله خيرا، يؤكد أكثر من أخ أن الشيخ أسامة تكلم بشكل مستفيض عن الشمال السوري وإدارة الشمال السوري، وكيف أن هناك أشخاص هم من أبناء جلدتنا ويسمون بأسمائنا يعيثون في المنطقة فسادا بأسماء بعض الشخصيات المشهورة وأصبح يكررها الإعلام كثيرا. هذه الخطوة أنا كثيرا يعني سررت أن الرئيس رجب طيب أردوغان سمع هذا الكلام مباشرة. هذا السماع مهم يا إخواننا، لأن هذه مسألة الشمال السوري هي عقدة من العقد التي نعاني منها أكثر من 6-7 سنوات، نعاني منها بشكل جيد كبير. فالآن وصول هذه المعلومة بتفاصيلها إلى الرئيس، أنا أعتقد هذا الأمر مهم جدا جدا. ليش؟ لأنه إن شاء الله سيتبعها خطوات، لأن بعض الأشخاص متنفذين وهذا لا ينكر، ممكن يكون في أشخاص سيئين من أي جهة كانت يستغلون ظروف معينة لابتزاز الناس لمشاريع سيئة وقبيحة من أجل المال أو من أجل المنصب أو من أجل قضايا كثيرة، وهذا موجود بعض المظاهر في الشمال السوري. وصلت هذه المسائل وربما تصل أسماء، ربما يعني يراجع الشيخ أسامة فيها لأكثر تفصيلا في هذه المسألة كأسماء ومعلومات، لأنه يعني أنا أقول وأؤكد على قضية أنه معظم الواقع الذي يحصل في الشمال السوري كمعلومات وتقارير تصل إلى شيخنا وأستاذنا وهو المفتي العام لنا الشيخ أسامة. يعني هو لا يتكلم من فراغ ولا يتكلم من خيال، بل هو يتكلم معلومات دقيقة بحقائق دقيقة. هذه المسألة لو أرادت مثلا مكتب الرئاسة أن تقدم لهم المعلومات من الشيخ أسامة بالتفاصيل لقدمها لهم وهي موجودة وحاضرة. وأنا أعتقد هذه المسألة من أهم القضايا التي تخصنا كقضية سورية ومنطقة تمثل الثورة. يعني أنا يؤلمني أنه يقال في الإعلام وبعض الأشخاص يتكلمون كثيرا أن هذه المسألة توازي منطقة بشار الأسد ويحكمها كذلك عصابات، هذا مؤلم ومحزن لكل حر. فالعودة بالصورة الجميلة لهذه المنطقة بالعكس ترسل رسائل إلى الناس الموجودين في عند عصابات بشار الأسد، الرسائل الإيجابية من خلال فرص العمل، من خلال العدل، من خلال الرسائل الإيجابية، من خلال الأمن والأمان. بالعكس احنا معطيهم رسائل سلبية. يجب علينا أن نبذل الجهد الكبير جميعا وخاصة متعلق في تركيا كما تفضلتم ابتداء. هو أي إفساد أصلا في منطقة الشمال السوري سينعكس سلبا على تركيا بالتأكيد، فمن مصلحة تركيا أن تكون المنطقة نظيفة، نعم، ما فيها عصابات، ما فيها إساءات، ما فيها جرائم. إذن اللقاء لقاء عودا على صورته العامة، اللقاء كان لقاء شاملا.